فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الشباب يستأجرون سيارات ثم يقومون بعمل مسابقات بها أو التفحيط بها. سؤاله: هل يجوز هذا؟ هل تجوز هذه المسابقات بالسيارة علما أن صاحب المكتب لا يشترط شيئا عند عقد الأجار؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقة بالسيارات، لأن هذا من القمار، ولا يجوز هذا، ولا التفحيط لأن هذا فيه خطر، كل هذا لا يجوز. نعم، تأجير السيارات له التفحيط أو لأخذ الجوائز عليها، نعم، المسابقة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسابقة تكون بأدوات الجهاد، في السلاح والمدرعات وغير أدوات الجهاد، أما مجرد قيادة السيارة لا ما يؤخذ عليه أجر. نعم، يؤخذ عليه مسابقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.